قال رحمه الله تعالى: عمير ابن الحمام، وهو صحابي جليل معروف، وهو ممن يعني اتصف بتلك الصفة الحميدة التي تدل على قوة الإيمان وعلى زيادته، وهي صفة الشوق إلى لقاء الله تعالى وإلى دخول الجنة. إذا صار العبد في هذه الحياة الدنيا مشتاقاً إلى لقاء الله تعالى وإلى النظر إلى وجهه وإلى دخول جنته، فإنه يعيش في هذه الحياة الدنيا سعيداً، ويجتهد في الطاعة، ويجتنب المعصية، ويتصف بصفتين: الزهد والورع، فيكون ورعاً فيجتنب ما يضره في الآخرة، ويكون زاهداً فيجتنب ما لا ينفعه في الآخرة، وإنما يقبل على الله تعالى ويجتهد في طاعته. قال ابن الجوزي رحمه الله عن عمير قال: قتل ببدر، قتل ببدر. قال عاصم بن عمر: هو أول قتيل قتل من الأنصار في الإسلام، قتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة بدر. عن أنس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين في بدر، في آبار بدر، فدنا المشركون اقتربوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفيها أن الجهاد هو من طرق دخول الجنة، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم شنو؟ الجنة. طيب، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال عمير رضي الله عنه: بخٍ بخٍ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخٍ بخٍ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. أنا قلت الكلمات دي وأنا فرحان، وأنا أرجو أن أكون من أهل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قال أنس رضي الله عنه: فأخرج تمرات لتمرات من قرنه فجعل يأكل منهن. مرق له تمرات شايلة وداسية بعد ذاك بيجي شنو يأكل منها. قال: ثم قال: لئن أنا حييت، يعني كان أنا حييت لحد ما أتم التمرات دي حياة طويلة، لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه في يوم بدر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من سيرته الشجاعة، ويستفاد التصديق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويستفاد الزهد في الدنيا حتى أن بيده تمرات ألقاها، ويستفاد الفرح بوعد النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إلى دخول الجنة حتى قال بخٍ بخٍ. وهكذا سير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما ذكره ابن الجوزي عن عمير ابن الحمام رضي الله عنه. الرجل الذي بعده اسمه قطبة ابن عامر ابن حديدة، يكنى أبا زيد، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الستة الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار، وشهد قطبة رضي الله عنه، شهد العقبتين وبدرا
ورمي يوم بدر أو رمى هو يوم بدر حجرا بين الصفين بجاء المسلمون وبغادي المشركون يامشى اللي حجر ورماه وقال كلمة عجيبة جدا تدل على قوتهم وثباتهم وصدقهم قال ورمى يوم بدر حجرا بين الصفين وقال لا أفر حتى يفر هذا الحجر. طبعا الحجر لا بيتحرك لا بيمش لا بيجي، قال أنا ما بفر إلا الحجر ده يفر، وده الثبات في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب كما قال جل وعلا مادحا هؤلاء الناس ومن سار على نهجهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طيب قال وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المشاهد غزوة تبوك الخندق غير من الغزوات والمشاهد، وكان من الرماة المذكورين المعروفين كان يرمي، وجرح يوم أحد 9 جراحات جرحة، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل وهو قطبة ابن عامر ابن حديدة.